وانطلق هذا الشوط العاشر. هذا هو الشوط العاشر خاص باللقايا القعدان وأشواط الفترة الصباحية. أذكر السادة المتابعين والمشاركين بأن أشواطنا في هذا اليوم هي 25 شوط، ستكون حافلة بالنواميس لكل المشاركين. مقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول ذيبان لراجح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. هذا هو ذيبان على مقدمة الشوط وفي المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني، ومن يتقدم براق لعلي بن صالح بن جرحب على المركز الثاني. دور المركز الثالث، ومن يتقدم راهي لمحمد بن طالب بن عقيل على المركز الثالث، ونتمنى له السلامة. المركز الرابع، من يتقدم هباد لعلي بن جابر بن حمد بن حسين البريدي. ودخول وتسلل، أرى رقم 9 يتسلل الحد لحمد بن سالم بن جهويل النابت، يتسلل إلى دائرة النداء وعالم الإذاعة. ودخول أيضا، شوف التدخلات من حامل الرقم 5 مهند صالح بن ناصر بن محمد بن شابل، واختلطت الأمور واختلط الحابل بالنابل. نشوف المركز الخامس اللي انتقلت إلى المركز الثالث، وين الخامس؟ راحوا إلى المركز الثالث. هنا حامل الرقم 43 مرحب حمد بن علي بن حمد آل فهيدة، ودخول عليه أيضا. دخول من شاهين لزيد بن علي بن محمد الشراب. سنعود إلى مقدمة الشوط إلى أن تستقر الأمور في الخمسة المراكز الأولى. نعود إلى مقدمة الشوط، نهرب من هذا الهجوم ومن هذا الضغط على المركز الثالث. ننتقل ونعود إلى مقدمة الشوط، ذيبان راجح بمحمد بن طالب بن عقيل اللي بعيد عن الزحمة. ذيبان ينأى بنفسه وشعاره في مقدمة الشوط على المركز الأول. يا سلام، هذا هو ذيبان اللي راجح بمحمد بن طالب بن عقيل. المركز الثاني شعار بن جرحب على المركز الثاني، واسمه براق علي بن صالح بن حمد بن جرحب المري على المركز الثاني. وأيضا انطلاقته ممتازة وجميلة، انطلاقة براق جميلة، ونتمنى له التوفيق ولكل المشاركين. المركز الثالث، ومن يتقدم في المركز الثالث؟ هنا يتحرك شاهين لزيد بن علي بن محمد الشراب على المركز الثالث. المركز الرابع، ومن يتحرك؟ ومن يتقدم على المركز الرابع مشاهدين الأعزاء؟ هنا الحد لحمد بن سالم بن جهويل على المركز الرابع. المركز الخامس هنا مرحب، ولكن دخول على مرحب من راهي لمحمد بن جابر بن محمد الغفراني. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، ذيبان بالفعل وهو ذيب ولكن براق على المركز الثاني. ذيبان مع شعار بن عقيل المميز اليوم، هذا الشعار اللي اليوم 10 على 10 يا جار الله، 10 على 10 هذا الشعار، 1200 متر. وهنيك على هذا المستوى الممتاز، وهنيك على هذا الفوز وعلى هذه النقاط المتوالية. ومن جد وجد ومن زرع حصد. المركز الثاني براق، والشعار بن جرحب أيضا خطير. بدأت تحركات براق على المركز الثاني. علي بن صالح بن حمد مع الكيلو الأخير يا بن جرحب، مع الكيلو الأخير المركز. ولكن يا سلام يا ذيبان، يا سلام يا ذيبان، 800 متر خلاص حسم الشوط. ذيبان حسم الشوط. كم النقطة هذه؟ كم نقطة لابن عقيل اليوم؟ النقطة السادسة للشعار بو نجمة، النقطة السادسة للشعار المميز. يا سلام، هذا هو ذيبان وعلى الهواء مباشرة. هل الريان اليوم السلامات إلى الريان السلامات. خلاص تشبعوا من السلامات اليوم، ما شاء الله تشبعوا من 500 متر. وذيبان لراجح بمحمد بن طالب بن عقيل، والمركز الثاني اشوف واحد منطلق، ولكن ذيبان حسم الشوط. عموما المفتي لعلي بن عبد الله العطية، ولكن تهانينا والناموس لمالك ذيبان. وهو ذيب ذيبان قفل امور الشوط، قفلها على مسؤوليتي الخاصة، زملائي الكرام المعلقين. خلاص ذيبان اللي راجح بمحمد بن طالب بن عقيل
حسم الموقف ويضيف النقطة السادسة في صباح هذا اليوم إلى هذا الشعار المميز. تهانينا وناموس يا راجح، تهانينا يا راجح على هذا الفوز المستحق. وسلام يا ذيبان سلام، والتوقيت في خطر. سلام يا ذيبان سلام، لحظات الوصول. المركز الثاني المفتي لعلي بن عبد الله بن علي العطية. المركز الثالث وصل فيه السيف لنياف بن سلمان بن صالح المغيري. المركز الرابع على ما يبدو نعد بن جهويل. المركز الخامس الخور لخليل بن ناصر بن منصور الخليل الشهواني. عموما المركز الرابع كان رقمه محجوب ودخول جماعي. هذا هو ذيبان يحتل المركز الاول 6 دقائق 17 ثانيه 87 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك ذيبان راجح بن محمد بن طالب بن عقيل. المركز الثاني وذيبان هو من احتل المركز الاول. نشوف المركز الثاني هنا المفتي 6 دقائق 22 ثانية 68 جزء من الثانية. تهانينا لعلي بن عبد الله بن علي العطية. بينما المركز الثالث اللي وصل فيه السيف 6 دقائق 26 ثانية 29 جزء من الثانية. تهانينا لمالك السيف نياف بن سلمان بن صالح المغيري. تهانينا والناموس للجميع.